أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن النجاحات المستمرة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 تعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من كفاءة وطنية ومقومات عالية ساهمت في تعزيز مكانتها المتميزة في مجال رياضة السيارات وتنامي دورها في تنظيم واستضافة الأحداث والمناسبات الرياضية. منوها سموه بعزم وحرص أبناء البحرين على إنجاح المحافل الرياضية التي تسهم في ترسيخ اسم البحرين عاليا على كافة الصعد، جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم أمس بزيارة تفقدية لحلبة البحرين الدولية مع انطلاق مرحلة التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022 في نسخته 18، حيث قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى خلالها كبار شخصيات الفورمولا 1 ومدراء الفرق ومتسابقيها والمنظمين، كما اطلع على التحضيرات النهائية للسباق النهائي. وأشاد سموه بما تتميز به حلبة البحرين الدولية من مقومات وما تزخر به من كفاءات وخبرات تنظيمية لمختلف الأحداث الرياضية، معربا سموه عن شكره وتقديره لجهود الكوادر الوطنية المساهمة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية وما يبدونه من تفان وإخلاص في خدمة وطنهم في شتى المجالات.